تيكي عادي اليوم كان مرخوف القضية ماشي بحال الايامات اللي تيكونوا ماتشات في دونو تيكون القضية عامرة اش فعلا حيت الماتش اللي غيكون في طنجة بعيد على بزاف ديال الجمهور داكشي باش ما كانش واحد الزحام كبير وان شاء الله نجيبوا التاس عاد العام الرجاء السنة عازمة غادي لعبة دي الخماسية لان لعبة بزاف ديال الواجهات وهاد الشهر هو الحاسم الرجاء لان غتلعب الفينال ومن بعد غتلعب كاس العرش هو الاول ومن بعد الفينال لانه غيكون شهر حاسم في الرجاء السنه تقطع جاني عادي فهمتي كتجي كتقطع التيكي ديال 30 درهم فهمتي دغيا طار هادي اللي ما فهمتش صافي الماتش كي غيكون مربوحه فين هادي حاجه فينا تقطع كلشي داز مزيان وخا الوراق ديال 30 درهم سالاو بقاو ديال 1000 ريال و100 درهم هاني جراد كلشي مقطع غنمشيو لطنجه نجيبو ان شاء الله ونطيح مع بو حمرون ان شاء الله في فينال تما نضربوه وديما راجع ان شاء الله غنجيبو التاهل من مدينه فاس ان شاء الله وبغينا ان شاء الله بغينا الوزه بغينا في الفينال بغينا الوزه ان شاء الله في الفينال ان شاء الله نضربوهم ونجيبو لاكوب التاسع ان شاء الله 3-0 ان شاء الله حنا بغينا الوداد دوز علينا الفكره ما في ديك 3-0 ان شاء الله وديما راجعات جينا على الورقه ب 30 درهم لقينا ديال 1000 ريال وقطعناها واخا غادي ان شاء الله وديما راجع تقطع اخويا ساهله هي بالنسبه للورقه ديال 30 درهم ما كايناش البارح جيت على ودها من سلا ورجعت بحال هادشي واليوم عاوتاني جيت باش نقطع ورقه 30 درهم ما لقيتهاش دابا انا مقطع ورقه ديال 50 درهم هاي حنا بغينا نريحوا في كورفا ما بغيناش نريحوا بغينا نزهاو مع الالترا ديالنا ما بغيناش نريحوا بلاصه ديال 50 درهم حنا جمهور الرجاء خصنا نزهاو ما خصناش نبقاو نشوفوا خصنا نزهاو مع الفرق خصنا نبقاو نشوفوا في التيران خصنا نفرجوا الخصم ديالنا خصو يبقى يتفرج فينا وانا راه جاي من السلاح حنا لقينا هذه 50 درهم ولكن ماشي مشكل كاع ما نقولوا ساهل الماتش الكره ما فيها ثقه الكره كاع ما تثق فيها حتى نقولوا فريق وداد فاس ضعيف شويه ولكن الكره ما تثقش فيها راه اللي كيلعب كيغلبها هي الرجاء واخا هذا العام راه في الطوب ديالو الكره ما تثقش فيها ومربوحه ان شاء الله التاسعه ان شاء الله ونجيبوا كاس عرش ونجيبوا كاس كاف بطوله ديالنا هذا العام كلشي ديالنا وواحد الهضره غنقولها هذاك الناصيري وهذاك القجع بلا ما يديروا طابيه في كاس العرش اخوي تحياتي وديما راجع عاد وديري لنا واحد اللعيبه الساعه 6 وديرين السبعه والسبعه ولا 6 شنو هو هادشي عاد قادوا شويه التوقيت عاد فهمتي قادوا الساعه عاد خصكم هو الجامعه زيدوا ساعه ولا نقصوا ساعه ما فهمنا والو السبعه ولا 6 ان شاء الله رابحينهم وغادي ان شاء الله غادي نوصلوا للفينال وغادي ندوزوا مع بركان ان شاء الله ما غاديش ندوزوا مع الوداد ان شاء الله خساره الوداد